نجمة في التمثيل ونجمة في الاستعراض ونجمة أيضا على خشبة المسرح ونجمة الشاشة، الفنانة الكبيرة الجميلة هدى حسين، نورتينا في هلال الكويت. الله يسلمك، شكرا لكم وسعيدة بتواجدي معاكم. صحيح أنا تأخرت في هذا اللقاء بس بحكم يعني تأخرتي وايد. والله أنا لك مشتاقت لكم ومشتاقة أنه أنا أظهر على شاشة تلفزيون الكويت، بس ظروف العمل يعني وظروف الحياة الواحد مثل ما يقول. وشكرا لكم على هذه الديباجة الحلوة وعلى التقرير الجميل اللي مسوينه. حبيبتي الفنانة الكبيرة هدى حسين، احنا سعداء جدا بوجودك ومنتظرين منك وايد اشياء، ناطرين مسرحية حق الاطفال بالعيد وناطرين المسلسل المحتالة، واليوم راح يكون حوارنا معظمه عن هالمحتالة هذه. سالفتها شوفي، هي المحتالة يعني انا من فترة طويلة ما لعبت شيء كوميدي، يمكن لعبت مرة أو مرتين شقردي، وثاني مرة لعبت فضة قلبها أبيض مع الفنانة سعداء عبدالله. كنت عجيبة بفضة. أي، وهذه ثالث مرة في المحتالة ألعب الشخصية هذه اللايت كوميدي. المحتالة يعني من اسمها تحتال. تحتال على منو؟ تحتال على بعض الناس اللي أذوها. يعني نتيجة ردة فعل قوية صارت عندها، أنه سلبت حياتها، زوجها طلع كاذب عليها، زوجات زوجها اللي ما تدري أنه هو متزوج عليها طردوها من البيت، طردوها من البيت، خذوا البراندات مالها، جواتيها وجناطها وتراشيها واكسسوارات اللي هي تعتز فيها، فطلعوها خاوية الوفاة مثل ما يقولون، عارفة؟ فما راح تخليها لهم. أيه. تبتدي تبي تعيش هذه حياة البغددة اللي كانت عايشتها ويا الحبيب اللي قال لها عمري كله ولا ممكن أهدك ولا أحب عليك، طلع متزوج ثنتين عليها. من دور الحبيب هدى؟ جاسم النبهان. جاسم النبهان. أي. الله حبيبي وزوجي وعشرة عمر، طلع متزوج عليها يا شعيبي ومرام. أبو طلال ما أطلع منها. وهذه عندها اثنين وهذه عندها اثنين. على هالأسماء المسلسل متروس نجوم. صحيح. متروس نجوم، كل لقطة بنجم، كل لقطة بنجم. صحيح. شلون قدرت تجمعينهم؟ تعبوني شوية. بس شوفي يعني أنا وجهة نظري كمنتجة إنه أنا الشخصية شنو تحتاج من الممثل الصح اللي هو يلبس هذا الكاركتر لازم أجيبه، بغض النظر عن أمور كثيرة، أحاكي ما أحاكي، زعلانة معه أو زعلانة معه، الدور يبي ينادي أقول له تعال أخذ الشخصية هذه. حلو. ويطيح الحطب بعدين إذا ما تجي في البدايات. حلو. يطيح الحطب. حلو. هذه سياسة عندي أنا عموما. أنت ذكية بعلاقاتك. والله شوفي بقول لك شيء غادة، يعني ماكو شيء يسوى مثل ما يقولون. أي. وبعدين إحنا كلنا كم وكم واحد يعني في الوسط وكم واحد يعني في هذا المجال وعشرة عمر كلنا مع بعض، فدايما على قولة الأخوان المصريين خلي بابك موارب ما تقفلش الباب. دايما أنا خلي بابي كذي، يعني لابد في يوم من الأيام حنحتاج الناس وماكو شيء يسوى. فلما اشتغلت المحتالة طبعا ضيف شرف كان معي أستاذ جاسم، بس ما يقدر ياخذ هذه الشخصية ويلعب هذه الشخصية، الحبيب اللي يموت على زوجته، اللي يجيب لها ورد يحط لها شموع وما ادري ايش يسوي لها، الا جاسم النبهان. زين، منو الملسونه اللي تبتاخذ حقها واللي تبتاخذ جناطي شانيل ديور؟ ايش عيبي؟ ايش عيبي ومرام؟ هذول الثنتين ويا عيالهم يبتدون عاد الحين الحلال، تعالي انت قاعد تلبسين وتكشخين، طلعي حلال زوجي. طيب زوجكم؟ زوجي ما عنده حلال، هذه عشرة عمر معه وأنا وسويت وكونت، لا، فجردوني من البيت وجردوني من كل شيء. لقيت نفسي بدون جنطة شانيل وبدون ديور وبدون ماركة. هالعصر هذا بدون الجنطة صعبة. شفتي إيه؟ هدى يعني المسلسل هذا راح يكون لايت كوميدي جميل. بالعكس ممتاز. خطوط جميلة حلوة، بس انتبه يعني أنا لما عطيتكم هذه الأشياء البسيطة، هذه الأشياء حلوة جاية من خلال الموقف، لكن في أيضاً في قصة حلو. قوية وعميقة من خلال الشخوص وترابط الشخوص مع بعض في المحتالة، لكن في حتة اللايت كوميدي فيها. أحلى. إيه بالموقف نتعرف نفسه. على المؤلف والمخرج. المؤلف الأستاذة نجاة حسين اللي هي المحتالة، قعدت طبعا سنتين تكتب المحتالة، والمخرج الأردني محمد العوالي، وكان الطاقم كله
اللي وراء العمل هذا كان من الأردن حوالي 5-6. يعني المخرج مع الفريق العمل كلهم من برا. لأنه أنا ارتأيت أنه أنا لما أقدم عمل باسم تلفزيون الكويت يجب أن يقدم بالصورة الجميلة بالشكل الجميل بشكل احترافي أكثر. فكان يعني راح نشوف شيء إن شاء الله السنة هذه أحسن من منطقة محرمة. هذاك نجاح لكن هذا أقوى. إيه ولا إيش رأيك؟ مو أحسن؟ والله هو شوف مو أحسن، هو كقصة يعني مختلفة تماما. هني لايت كوميدي، هناك شوية كان في جدية. أوكي. منطقة محرمة كانت الحدوتة والقصة كلها مختلفة تماما. صح. فما تقدر تقول عمل أحسن من عمل. لأن هذا لون وهذاك لون. ما ترضين أعمالك عيالك ما ترضين واحد أحسن من الثاني؟ لا، لأنه فعلا في ناس حبت منطقة محرمة. قد في ناس مثلا تقولك لا أنا أفضل مثلا انت، لا غادة برنامجك هذا كان احلى من أحلى هذا. من هذا هني مثلا الموضوع اللي قدمتيه اجمل من هذا الموضوع. كان عمل جيد. انا كنت فيه اصلا ضيف شرف. فانا بس حبيت بشوف شنو ببالك، بتقولين اقوى ولا نفسي؟ لا ما اقدر اقول اقوى. هذا مختلف تماما عن اللايت كوميدي. حلو. ايش اللي خلاك تبين ترجعين بكوميديا وبرمضان يعني وقت اقوى الاعمال؟ شوفي انا يعني احب اجدد، احب التنوع في اعمالي. فصار لي فتره ما سويت شيء كوميدي. وأنا حسيت أنه في هناك اشتياق لتلفزيون الكويتي أنه إحنا نعمل شيء لايت كوميدي خفيف من خلال القصة، من خلال الموضوع، من خلال الشخصيات. فقلت حق أختي ليش ما نسوينا عمل جميل، وحدة يعني تدخل في مشاحنات مع الزوجات وتقص عليهم، تضحك عليهم وتبيعهم المجوهرات رانغول وتنتقم منهم في هذه الأشياء. فسوت المحتالة إلى جانب يعني شخص الخط اللي أنا قدمته والزوجات، هناك محامي الزوجات شلون يلف عشان يصل إلى هذه المحتالة، شلون قدرت تضحك على فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. الحين أنت كل الحكي اللي قلتيه بالنهاية هي مظلومة، يعني انظلمت من حريم ريلها. بس الاحتيال وين يبدي؟ الاحتيال بدأ من سرقة أحاسيسي، من سرقة مشاعري، بيتي، ذكرياتي، حياتي كلها سرقت منها الزوجات. ترجعين تنتقم. فبدأت الآن، وبعدين كانت عايشة في 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 نعيم وفي بغداد، فقدت كل هذه الأشياء. شو تسوي؟ جاءت عملية الاحتيال. أنا بعطيك شغلة بسيطة ظريفة. راحت تشتري خاتم تتفرج، هي ما عندها فلوس، فراحت في محل مجوهرات تبي تتفرج على شغلة معينة. الله شنو هالخاتم، الله شنو هالأسوارة، من فضلك أقيس الأسوارة. طلعت مني تقايس مني تشوف مني، طلعت ناسية الأساور على إيدها. أي. مو مقصودة. فلما طالعت أوب هذه الأساور أنا ناسيتها على ديني، وتمر عليها دورية، فخافت عبالها أنه بلغوا عليها. فهم ما بلغوا عليها، عدت عليها المسألة. من هنا استأنست على الوضع. بشيء غير مقصود. فهذا الانتقام وين صار بعد؟ طالما كذي العملية معناته خلنا ننتقم من فلانة وانتقم من فلانة فيهم. بعد عرفتي كذي. زين هدى الحين يمكن تكلم شوي عن الدراما، خل نروح على المسرح شوي. يعني بعد 30 سنة ما كان في عمل يجمع الفنان الكبير هدى حسين والفنان الكبير عبد الرحمن عقل. نعم. إن شاء الله في مسرح في عيد الفطر هذا راح تكونوا ان شاء الله مع بعض. شو التوليفه الجديده وشون فكرتوا انكم ترجعون مع بعض بعمل قوي؟ ادمز فاميلي. ادمز فاميلي. شنو قصه الموضوع؟ هو يمكن انتم شايفين المسلسل الاجنبي والافلام سلسله كبيره من يعني سووا ادمز فاميلي. فمره كان معي يشتغل بالمحتاله النجم عبد الرحمن العقل، ماخذ شخصيه جدا ظريفه ايضا في المحتاله. نسولف مرة عن مرة، سنة عن سنة، هدى ايش رايك تجمعنا عمل، ايش رايك تجمعنا عمل، ليش ما نشتغل، ليش ما نشتغل؟ على اساس مسرح هيك كلمة. على مسرح. على مسرح والتلفزيون على طول يعني ابو خالد اذا كان في دور يستدعي وجوده على طول يكون معي. فمن فترة كنا نشتغل في عمل كذي تطوعي لمؤسسة الانتاج مع جمعيات خيرية وكذي. فقعدنا كان يقول هدى ايش رايك احنا نشتغل؟ مسرح. مسرح. الله. منو كانت صاحبة فكرة آدمز فاميلي ومشتهية تشتغلها؟ سحر أختي. إيه. فقعدنا سولفنا أنا وياها وأختي نجاة، فلقينا أوكي عبد الرحمن ممكن يكون بهالشخصية، سحر تكون بهالشخصية، منى شداد تكون بهالشخصية، أوس الشطي بهالشخصية، سحر حسين في هذه الشخصية، يوسف الحشاش بهذه الشخصية، فرانكشتاين اللي هو محمد الصحاف ممكن يكون بهذه الشخصية.
فصارت التوليفة. كتبت أختي النجاة النص بشكل جميل حلو، أيضا كوميدي، إحنا ما عملنا آدمز فاميلي المرعبة واللي تخوف، لا سويناها بشكل كوميدي. فمنه ممكن يقوم بآدم، شخصية آدم بخفة الدم يلعبها بشكل ظريف وخفيف ويكون له ثقلة، عبد الرحمن العقل. منه ممكن تلعب الجدة الشيطان الكوميدية المعروف إيش، واللي شاطرة تلعب في الكاركترات منى شداد. عرفت؟ والشخصيات الأخرى ماني قايلتهم. وأنت شنو شخصيتك؟ بعد شوي تقول لنا ناخذ هالفاصل، ناخذ هالفاصل ونرجع لكم. بروم المحتالة، خلينا نشوفها. حزتك ذاكر من الحين. بروم المحتالة. بتغني مسرحية استعراضية عدن. احنا تونا بالفاصل او بهذا البروموشن حق المحتالة قاعدين نتكلم مع الأستاذة هدى عن صوتها الجميل، يعني كل مسرحية لازم تغني فيها، ما تكون مسرحية لهدى حسين الا لازم نسمع فيها صوتك الجميل. هالمرة في أدمز فاميلي. اي طبعا لابد. إيه هي مسرحيه كوميديه استعراضيه غنائيه. إيه استعراضيه. إيه إيه. وبعد ما قطع كلام جاده، بعد طبعا بالثمانينات نزلت لي شريط اطفال. لا اكثر من شريط. إيه يعني اربع البومات سويت. زين نبي نسمع شيء هدى. حاضر. على مزاجك. شيء من يعني مسرحياتك وايد اعتزئي في مسرحيه البنات والساحر، يعني اتوقع ليلى والذيب بتقولين. وايد غنيت لها ليلى والذيب. يلا البنات والساحر. البنات والساحر في كان في المشهد اللوحه الصينيه اللي هي بنت فتاه صينيه تدور على الطير فتقول والهنا ومشتاقه والهنا ومشتاقه يا نسوين القى وما اقدر على فراقه ما اقدر على فراقه شد الروح وياه تعوت على صوته يسليني ويشجيني ويا زينه اذا غرت ومن نومي صحيني وين القى وين القى فريته ويد كبيره اطويري شنو مصيره كل يوم اشوفه يغرد من غصن الى غصن كل يوم اسمعه يغرد واطرب لي صوته وحن لا يمكن لا يمكن انا اقدر في يوم انسى. الله 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 يسلم هالصوت. يسلم هالصوت. حريصة وايد على الغنى بالمسرح لكن بعيدة عنه بالدراما أو بالتلفزيون، ما تفكرين تسوين مثلا مسلسل يكون غنى استعراضي؟ مرة كان في أحد القنوات طالبوا أني أنا أسوي مثل مسلسل جولي أندرز. الله. يعني شيء ميوزيكال. بس إحنا سبق سوينا مثل أبلة منيرة. في الكويت، بس كانوا يبونه بشكل متطور. أو يبي تحضير، يبي وقت يعني عشان تجهزيله من أغاني من ناس من ممثلين أطفال يشاركونك متمكنين يكونون على الكاميرا. هو حلو فكرته بس أعتقد يبي له تحضير. راح يكون صعب شوي. راح يكون صعب. ميزانية كبيرة. زين هدى خلينا نرجع شوي للمسرح مرة ثانية. أكثر المسارح مسارح أطفال كلها بلاي باك. نعم. وأنا اشتغلت وياك مسرحية بنات الطنطل. صحيح. دائما كنت تحرصين أن المسرحية تكون لايف، ليش؟ أحس أنها أصعب يعني هل كلها بلاي باك؟ لا. أسهل. لا أنا على فكرة عملت ليلى والذيب كلها بلاي باك، عملت الواو وبنات الشاوي كلها بلاي باك. الأغلب نقول. بس أنا أحس أنه البعض يقول البعض وجهة نظرهم ان البلاي باك يلا سهل. انا ما لقيته سهل البلاي باك، لقيته اصعب من اللايف. ليش؟ البلاي باك انت مقيد في مازوره في زمن معين، دخول ديكور في لبس في طلعه في دخله، الممثل ما يقدر يتاخر، الديكور المفروض ما يتاخر، يعني عمليه منظمه جدا للدخول والخروج سواء الديكور الاضاءه الممثلين محسوبة. الاستعراضين طبعا ما تقدرين تتاخرين ولا بعدين يصير في هذا يبين تصير مو حلوة بالضبط هذا القطع اللي بينك وبين المشاهد. فأنا أعتقد يعني ما هي سهلة البلاي باك. يعني اللايف أسهل أعتقد. إيه نوعا ما. ليش؟ لأنه أنا ممكن أنقذ ما يمكن أنقاذه في نفس اللحظة. صار في خطأ على المسرح مثلا، تأخرت الأغنية، تأخر ممثل، أنا لايف قاعدة أقول على ما يدخل ممثل، ممكن أنا أملي بالحوار على ما تنزل الأغنية، لكن لما يكون بلاي باك من الأول للآخر
شو تأخر يعني لازم بالثانية أنت محسوب عليك. حلو. قبل كنا دائما ننتقد الفنانين أن قبل العيد بكم يوم يبدون بروفاتهم للمسرحيات وتكون يعني بسرعة بسرعة. السنة هذه لا، الكل مستعد والكل مرتب عمره والكل مكون الفرق اللي يبيها. حتى السنة اللي فاتت واللي قبلها والله، بس شيء جميل يعني الحين طبعاً. صارت الاستعدادات قبلها بفترة كافية طبعاً. فمعناتها ما عاد نفس قبل يعني مجرد باخذ عيادي الأطفال وخلاص. لا مو صحيح هذه الجملة. لا 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 شنو عيادي الأطفال الحين؟ أنا من النجوم اللي ذكرت لك إياهم، شنو الميزانية اللي أنا بشتغلها من النجوم اللي مجرد الأسماء هذه اللي ذكرتها؟ المسرح أنا مأجرته، السيستم أنا مأجرته، الأزياء أنا مسويتها، الألحان، الشعر، الكلام، يعني هذه كلها تكلفة أيضا، مو بس عندي أنا، أيضا عند كل الشباب اللي قاعد يشتغلون على مستوى المسرح. ويحرام يستعدون من شهرين ترى، ويدورون مكان حتى يسوون بروفات، يجمعون هذه المجاميع اللي انت تجمعينهم من كل مكان، لان انت ما عندك فرق استعراضيه محترفه. وحتى لو نقول عندنا صارت الان فرقه استعراضيه، كم واحده؟ هذا يبيهم وهذا يبيهم وهذا يبيهم وهذا يبيهم. ما فكرتي انت تسوين لك فرقه؟ الفرقه الاستعراضيه حتى انت تحتكرينها لازم نشغلهم، يمكن نشغلهم طول السنه لازم رواتب. صح، يعني طالما انا احتكرتهم ما اقدر اقعدهم، لازم مبهور. اشغلهم، ادبر امورهم، احل مشاكلهم، امشي لهم مكافآت. فمن الصعب يعني انا بالسنه اشتغل بعمل واحد، ما اقدر اوفر كل هذه الاشياء. الاستعدادات المبكره هذه ايش كثر قامت تفرق معك هدى؟ تفرق مع الممثلين معي، قاموا يعني ياخذون راحتهم في 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 الاداء، في ترتيب جداولهم، ترتيب جداولهم، انهم ياخذون على بعض. احيانا تطلع عندكم بعض الاشياء التلقائيه على المسرح، هذه حلوه مو هذه حلوه، هذه الطبخه تاخذ وقتها وتظهر. عرفتي؟ فهذا الوقت يسعفنا في كل شيء، ناخذ راحتنا في الاضاءه، في التحضير، في الحركه، في الديكور، في الازياء، في اداء الممثلين. فانا اعتقد كل هذه الاشياء اخر اي هي اخر هي على فكره مجهده ومتعبه، لكن اعتقد مفيده. اخر تقريبا 10 ايام غاده نشوت كامل كنا صح؟ اي طبعا، العرض متكامل يعني، لازم عرض كامل بالملابس حتى لما تاتي لجنه الرقابه المسرح تشوف العرض متكامل، فتقول برافو عليكم، يعني هذا اللي احنا نبيه. حلو. انزين ايش كثر الحين حسيت ان الجمهور فرق؟ يعني انت ما شاء الله عليك ربيتي اجيال ثمانينات تسعينات وما شاء الله بالألفين وكله ممتد وياك. طفل اليوم ايش كثر فرق عن طفل الامس؟ شوفي، هو الطفل اصبح يقارن في التقنيه عندنا اكثر، لان لما يروح السينمات ويشوف هذه الافلام، ولما يسافرون برا ويشوفون التقنيات في المسارح الاوروبيه الاجنبيه، ياتي هو يقارن مسارحنا هنا في الكويت. يعني بعض المسارح المجهزه عندنا تكون في اولويه للفرق الاهليه، ثم تأتي بعدين الفرق الخاصة. فماذا تفعل الفرق الخاصة؟ تضطر أنها تأخذ مسارح عادية وتجهزها حسب الإمكانيات. وهذه المسارح اللي مثل مراكز تنمية المجتمع وزارة الشؤون محسوبة عليك، أنه يعني أنت تأخذين الستيج، من فضلك ما تطقين مسمار، من فضلك ما تصبغين هني، من فضلك ما تسوين شيء هني، ما تسوين، فما تأخذين راحتك، ما تأخذين راحتك، فمضطرة أنت تشتغلين بالإمكانيات اللي موجودة عندك. ولما تأخذين أندية، الأندية ما هي مسرح تحطين كراسي وتسوين ستيج وتسوين سلسلة إضاءات من فوق ومن تحت ويمين وشمال، وش كثر هذه تكلفتها؟ يعني الله يعينهم الشباب شلون يشتغلون. والله كلام معك ما يمل يعني هداوي أمانة، و يعني انتهى الوقت اليوم. شكرا لكم. والله بس كلمة خير توجهينها لمتابعينك. كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر، وعسى الله يعيده عليكم وانتم بخير وصحة وعافية وعلى ديرتنا، وان شاء الله تستمتعون في كل برامج التلفزيون. شكرا للمسؤولين اللي كانوا حريصين ويتابعون معنا دائما اعمالنا ومسلسلاتنا والسنة هذه، وشكرا لوزير الاعلام انه فتح لنا انه يقول احنا مو فقط في رمضان نبيكم، حتى ما بعد رمضان كل الفنانين الكويتيين هذا بيتهم وهذه محطتهم ومنطقتهم. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله نشوفك في ارتفاع دائما، نجوميه دائمه، لمعان دائم، وهذا اللي
تعودنا منك. طبعا هدى دائما انت حريصه على المشاهد، حريصه على ادائك، واحنا متوقعين كل النجاح حق المحتاله هالسنه ان شاء الله. شكرا لك. اذا مشاهدينا مستمرين معاكم بفقرات ليالي الكويت، وعندنا فقره زميلنا عبد الله يحيى مع الاعلاميه عنود الحربي، خليكم معنا.